يا مرحبا بالكرام بالعود والشادرية، يا مرحبا بالكرام، يا مرحبا بالكرام بالعود والشادرية، يا مرحبا Yeah.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الشيخ خلف بن عيد الجهني أحيي ورحب بالجميع من شتى القبائل المتواجدين معنا هذه الليلة، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. والآن مع الشاعر عايض صفير البقمي. مساكم الله بالخير، ودنا نجتمع كلنا على سالفة واحدة مع احترامنا للجميع، فضل ليس أمرا، الانصات مطلوب، الهرجة بين اثنين ممنوعة. يقول لغت نغنى لغة فعل وخبر وايضا جمل وحروف، نزل فيها كتاب الله وذي حكمة إلهية، كتاب الناس خل الكتب قبله للبشرة
موقوف، وهذا هو الفخر يا المفاخر والعروبية. قال في الشعر حكمة كلام الصفوف بعد الصفوف بديوان العرب كم ويد من حكمها حقيقية. وأنا شاعر ورد الشعر وحوف القوافية، حوف اليمني طرالي ما طرى هاضت طوارية، وعسف القافل يطيع مثل حاشية المعسوف، وصوغ من البيوت بيوت موزونها ومقفية. لكن اليوم طاري هاكسي خارج عن المالوف، له هيبة وله قيمة وله شان خصوصية. أبا وصف لكن الوصف يعجز يا صفا الموصوف، حقيقة ما أقدر أوصف لو 20%. لكن بشهد شهادة حق بالنفيس زود ونوف عن العالم هذاك اللي فنى والعالم الحية، حبيب الله نبي الله رسول الله ذا معروف محمد خاتم من كل أرسلات السماوية، فدا همي وابناي مع قلبي ودم الجوف، وفداها العالم الموجود شرقية وغربية، وفداها المال بالمليار صرف ألوف فوق ألوف، وفداها اللي مع العالم. وصفها الله جليل الملك بكتابه بعز وصوف، وبعثها الله كريم الوجه رحمة للبشرية على خلق عظيم في طريقه يصنع المعروف أمين، وفي رحمة للعباد وفيها ماوية كريم ويكرم ويفرح. لجف المحل ضيوف يجود أجود من الريح المروح كل عصرية، شجيع أشجع شجيع، وفي الملاقى ما يعرف الخوف، ورحيم ويرحم وياوي والعز وشهامية، صبر على الجهاد وينصر المظلوم والملهوف. حرص الله بدون جنود حراسها ودورية، مكلف في الرسالة بمر ربه فالعمل مكلوف. النبذ الشرك فالإسلام توحيد العبودية، توحيد الأسماء والصفات الرب هو التعم مخلوف، توحيد الألوهية توحيد الربوبية. بدأ في دعوته من بطن مكة بعد سعي وطوف، وكانت دعوته في نشر دين الرب سرية بعد ما كثروا أصحابه وصاروا للجهاد سيوف. صدع بالصوت وعلن دعوته للناس جهرية، وهاجر للمدينة بعد صار من الصدوف أصدوف. هذه أول سنة هو الرخ بها التاريخ هجرية، شاف أبطال طيبة من فرحهم في الطريق وقوف، قصايدهم بخير الخلق وأصحابه حماسية وفرحوبه وهلوبه ترحيبا على المكشوف، وعم الخير كل الأرض والأحكام شرعية. بعد تم التآخي بينهم جولة الجهاد نكوف، وتم الفتح وزال الكفر كله والحزازية، وقال اليوم هعفو عن خطايا أهل الخطأ بالكوف، جميع أخطأ مضت يقوم متروكة ومنسية. نبي رسول كل حلم ريب بالعبادة يروف، جعل ربي بقلبه للبشر حب ومحنية، نجح بمهمته ما سنجاها من الظروف ظروف، وله دعوة شمولية وله سيرة نبوية. هذا هو مجدنا هو عزنا، والمنترين ضعوف عصاة الرب عباد الكنائس والوثنية، فداها أرواحنا ضد العدو والخائن الملقوف، ورب الكون فوق الكل دين الرب محمية. ندى يا عالم الإسلام من خالف عليه احتوف، تلارواح محدودة كل الصحف مطوية، انقاطع من تجاته للخنا وأهل الردى بالكوف، ومن بالكوف من أي دولة كانت، وخص الدين المركية. من يطعن في رسول الله يفارق ما عليه حسوف، رسول الله شخصية ما مثل خلز شخصية. نبي ننصف رسول الله من أهل الكذب وأهل الزوف، بشر عاشت بلا مذهب ولا ملة ولا نية، يا بيت الحق بيت الظلم لو طال الزمن مكسوف، يحين الوقت ونجدد مواقفنا البطولية. أنا مسلم لبيب القلب واسمع والعيون تشوف، من أرض الدين وأرض الخير والدولة السعودية، صلاة الله على الهادي عاد مصر يصرف المصروف، عاد مصر من عملة محلية ودولية. سلامك صح لسانك وبيض الله وجهك. أحد الضيوف الشاعر سعيد القحطاني فليتفضل. الله يمسيكم بالخير جميع. الحقيقة أنا عندي قصائد واجدة لكن الشعار برضه واجدين، فاسمحوا لي في قصيدتين. القصيدة الأولى قلتها في أبو راكان وهو يستاهلها ومعظمكم سمعها، وأحب أني أعيدها. أقول هجوز شعري ما هي تاتي على كل حال، أحيان تسعانا وأحيان نسعالها، وأحيان تسري وسرها مسار الجمال، لخيلت نوض براق وتورى لها، وأنا تعود طرد المبهمات الجزال، أقوم وأقعد لها وانزل منزالها، وليا تركيت مركي فوق مركن هيال، أعرف المخراج نفسي قبل مدخالها،
وأهل الجناهات ما ترضى بصرف الريال، وأحيانا جناهها ما يصل ريالها. من بعدها يا سلام يعد منشى الخال، من بعدها يا سلام يعد منشى الخيال، وإعداد ما كنا وحطت خيالها. سلام مني على جهينة زحول الرجال وضيوفها الحاضرين ومن تعنى لها يستاهلون. سلام مني على جهينة زحول الرجال وضيوفها الحاضرين ومن تعنى لها. سلام يرقى على القمة وروس الجبال، يرفع على راس هضبة نجد وجبالها. من هاج سلة تهيض جابها من الجزال، من سمعها قال صح لسان من قالها. أوسع الفكر وحلق بها في الخيال، والواطية من القصايد ما توطالها. حضرت أبارك وشارك مع أهل الاحتفال، ولبي الدعوة اللي جت وجينالها. دعوة خلف راعي العليا كريم السبال، من روس قوم ضد الخصم بعيالها. دعوة خلف راعي العليا كريم السبال، من روس قوم ضد الخصم بعيالها. جهينة لمغيم البارود والدم سال، فرسانها يشهد التاريخ لأفعالها. لحميت المعركة واشتد فيها النزال، يا ويل والله عداها اللي تعدوالها. هذا كلام صحيح ما يبي له جدال، والحق قال والدنيا على فالها. هذا ونعرف خوالك يا عريب الخوال، من لابتي يتعب أهل الخيل خيالها. شمر خوالك هل للجود وأهل الكمال، استاهلون صبيان شمر. شمر خوالك هل للجود وأهل الكمال، ذباحة الحيل للطرق لما جالها. ومعشي الذيب منهم في سواد الليال، علم تعلم به الشبال لعيالها. أنا جنوبي ولكن أعرف أهل الشمال، أعرف شيوخ القبائل وأعرف أبطالها. ما لكم زود. أنا جنوبي ولكن أعرف أهل الشمال، أعرف شيوخ القبائل وأعرف أبطالها. وحضر تبارك يا أبو راكان في الاحتفال، ولبي الدعوة اللي جت وجينا لها. وسلامتكم. الحقيقة أنا كان ودي بقصيدة غزلية، لكن في شيبان يطالعون فيني واجدين ومطاوعة. لا أنا بخليه الغزل. نعم. لكن أقول يقول ابن مهدي هاض من هاج سهل أبيات، تهيض بها يوم الهواجيس جابتها. هواجيس شعري حضرت والشوارد جات، هلا مرحبا بحضورها بعد غيبتها. هلا لو علي بطل بطا والخطا قد مات، وتخطرت ابو جد القصايد وسيرتها. ولكن تعود لي لما صار فيها ازمات، وتضايقت من بعض المناظر وشيفتها. بعض من شباب اليوم يجلب لي الضيقات، ولا شفتهم زادت على النفس ضيقتها. يضيق صدر لا شفت من غير العادات، وتناست عوايدها وعادت قبيلتها. عوايد رجال انت فعل الطيب والكيفات، ولا جاء نهار الضيق توفي بكلمتها. ولكن على ما فات ما تنفع الحسرات، رجال الكرم والجود راحت بمانتها. وجاء بعدهم ذا الوقت من خيب الهقوات، سلوم القبائل ما درى وين وجهتها. واللي نصحته قال هرجك قديم فات، نصايح كفرها المنهوب حاجتها. ولا له مع أهل الجود صولة ولا جولات، علوم الرضا له ماخذنها برمتها. يحسب الرجولة في الملابس وفي القصات، مع شلة ما هي تشرف صداقتها. ألا يا شباب ألا يا شباب الأرصفة والفضائيات، شباب عجز تعرف حقيقة حكايتها. نمقبل على هالليل تسهر على الدشات، ولجت صلاة الفجر نامت وخلتها. وترقد نواجه العصر صحيت على دفعات، وترجع كما كانت تمارس هوايتها. شباب اللعب واللهو ومتابع الموضات، حتى زنوج الغرب جونا موضتها. بعضهم يجي قد ربط الراس بالبكلات، وطبيعة خواتها ماخذ من طبيعتها. على من تشبه بالنساء حقة اللعنات، لعنها الله في محكم كتابه وفايتها. أقوله وأنا ماني بسالم من الغلطات، ولكن حرام إني فلمشي بسيرتها. وسلامتها. صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مع شاعر آخر، الأستاذ غازي بن عصاي العتيبي، عسى الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين. شرفني قبول دعوة أخونا الشيخ خلف بن عيد الجهني، وتشرفت أنا طبعا بتقديم عدة برامج أو حزمة برامج شعبية تراثية بالإذاعة السعودية، مجلة التراث الشعبي وقصص من البادية،
يعني أخذت فترة أقدم هذه البرامج الشعبية وبكل فخر، وكتبت قصائد في جميع أغراض الشعر الشعبي والحمد لله، وكتبت قصائد أو مجدت الكثير من القبائل، قبيلة مطير وقبيلة حرب وقبيلة جهينة، وآخر دعوة جتنا في أملج كانوا عاملين احتفال وتكريم لشاعر عنزة، وتشرفت بالحفل وكتبت قصيدة أرسلتها على فيصل المرواني أبو كرم، لأني سبق واستضفت والده رحمة الله عليه كان عمدة الشرفية، وبين وبينه ما عرفه، وارسلت له القصيدة بالجوال، لكن أقول يا أبو كرم شفت الكرم في جهينة أملج تنوخ للضيوف البعارين. القصيدة أطول من ذلك وكان ودي أن أحفظها، لكن الدعوة جتني على عجل، وإن شاء الله أن أتمكن بالاتصال بالأخ فيصل وأخذ القصيدة وأكيد أن أدونها. عندي قصيدة كتبتها في الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، واللي لها الفضل الكبير في اجتماعنا اليوم، ورايح يكون لها الفضل الكبير طبعا في اجتماعات الأولاد والأحفاد مستقبلا. هذا المعجزة وهذا الملك الهمام اللي قام بجمع الشمل توحيد الكلمة، مهما كتب فيها الشعراء أنا متأكد أنهم لا يستطيعون إيفاء حقه. يقول قالوا تغزل في البنات الغنادير، يا شاعر تكتب جميلات الأشعار، قلت أحمد الله ما تعدى على الغير والشعر نعمة، يا أهل العرف والكار، وأنا لوني شاعر أبعد السير عن كل درب يجلب الضيم والعار، وقول شعري بالفهود المناعير ألي لهم تاريخ وامجاد واذكار، أمثال حر سطر المجد تسطير وخلى الدار الشاسعة كلها أنوار، عبد العزيز اللي ظهر ينشر الخير وجانا بخيره مع صناديد الأخيار، جال الرياض بسيف وحصان وبعير ثم شفه للظلم والظالم النار، كانت قبل ياتي على كف شرير تعيش جو ياملا كله غبار، وجاه الزعيم وجات معه التباشير وعزدار نعز الله والأنصار، وخرنا حرا على نهجه يسير بالراي والحكمة على سيرة السار، عبد الله الله يرشده لتي يسير ويديم عز حاكم الله للدار، عبد الله الله يرشده لتي يسير وديم عز حاكم الله للدار، ولي عهده ما يبي زود تبرير ساعدها لي من فلق الشين جبار، واخوانها الباقيين من دون تقصير أعزوا الإسلام صغار وكبار، الله يكفيهم لضايز مهرير ويعزهم دام الوطن فيه دوار. هذه طبعا القصيدة الأولى، ما أدري ترغبون أني أزود ولا أفسح المجال للشعراء الثانيين. القصيدة الثانية رسلتها بكل فخر بالفاكس للأمير سلمان بن عبد العزيز لما راح الرحلة العلاجية في المغرب، أرسلتها له من جدة بالفاكس، وجاني الاتصال وأنا أمشي في شارع 40 في جدة من الشخصيين الله يطول عمرهم ويخليهم لنا. القصيدة موجودة الآن في النت، خذوها قبيلة سبيع الغلبة وحطوها في الموقع حقهم، كاتبين قصيدة الشعر الجزي الغازي بن عصايف الأمير سلمان. يقول يا أبو الفهد، نشرتها بجريدة الجزيرة طبعا وموجودة الآن، يقول يا أبو الفهد يا هامة المجد سلمان، يسور نجد ونور وادي حنيفة سلمان، يا نخوة الشيوخ الشجعان الله يجيرك مصدوق كريفة، رأسك وكفينك ملامحك حيلان، عبد العزيز اللي بذرها بسيفه حنكة معزي طيرت رأس عجلان، ما جاه يطلب عند بابه وظيفة، حنكة معزي طيرت رأس عجلان ما جاه يطلب عند بابه وظيفة، يا دولة الإيمان والعز نيشان بناه أبو تركي حياة مريفة، عزمة الإسلام في كل ميدان يعيش من فضله أنفوس ضعيفة. والقصيدة أطول من ذلك لكن موجودة في الموقع، عشان كذا من باب التنويع بعطيكم عاد غزلية عشان أرضى الشباب، لأنه لازم نرضي الكبار السن والشباب. يقول هذا طلع مركب الصدفة، ابن خلي في الرياض قال ودني يا خالي للمركز حقهم في كان في الديرة في سويقة، وديته على الطريق وأنا شباب وعلى نيتي وشاعر وحساس، وأنا مر مع سيارتي ماشي عارض النعم على الطريق، طلعت من السوق خمس كل واحدة تقول زين عندي، وغنى الشاعر المولع يقول مريت بالسوق التجاري عشية
من عرض ناس بوسط السوق ماشيين، ما مقصدي جلب الخنا والردية ولا مقصدي بالسوق تبع عقاوين. لا شك كتبت يا محيسن علي القصة اللي خلت القلب قسمين، قصة غرام وجاتني مجبرية ومسيت منها كأنني عام 90 شايب، ومسيت منها كأنني عام 90 بسباب خمس صادفني سوية. عيونها تشدي عيون الشياهين، الأولى في خدها جاذبية مربوعة مصيونة كاملة زين، والثانية في ليلة خرمسية تعطيك من نور البها نور تأمين، والثالثة ما بالعذرة حلية سن الصغير ولا بعد تم 20، والرابعة ريم الصحاري سمية العنق عنقه والنحر فيه نهدين، والخامسة ما عندها مرحمية الموت لمنزال بين الحجاجين، ترسل صواريخ العطب والمنية من نظرة تنضربها فيك بالعين، هذيك رأيت السلوم العادية تشتي النجم السهيل فوق المزايين، هذيك رأيت السهوم القوية اللي رمت في لاجي الروح رمحين. يا حيف والله كيف ضاعت علي في عرض سوق جامع له ملايين، ما ادري من العتبان ولا جهنية ولا من المطران ولا القحاطين، ولا تعود بيصل الدوسرية ولا من السبعان ولا الشهرين ولا من العجمان ولا هذلية ولا لا في حرب بسيط تدوين، ولا تندب اللقب شمرية ولا غناتي تنتمي للزهارين ولا من الأشراف ولا عنزية ولا قبيلة صاحبي وين هي وين تكفون، يلي تذخرون الحمية الكل ينشد فالقبائل العزين يجيبني من هالخبر في شوية، ينقد حياة موتها صار موتين بسباب من خلت ضلوعي خلية وتلت معاليق الضمائر بكفين. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. الحقيقة القصيدة هذه فالشيخ خلف ابن عيد بمناسبة زواج ابنه الذي حضرناه في الرياض، أقول بسم الله اللي خالق الشمس والنور، اللي بسط سبع وسبع شدادي، اللي جعل كونه من الخلق معمور، واللي كفل للطير شرب وزادي من بعدها، يا مرحبا بكل الحضور ترحيب بالضيفان عنبر وكادي، تحية في ريحها ورد وزهور، تحية يطرب لها كل شادي، حياكم الله في فرح راعي الشور، اللي سكن في نجد مركز بلادي، يا بوركان اللي بها الطيب مخبور، بوركان اللي سعد من ينادي، ابو ركان اللي بها الطيب مخبور، ابو ركان اللي سعد من ينادي، انا اشهد ان الصقر من ماكر صقور، وانا اشهد ان حر وقت الهدادي، من لابتي اللي لها المجد منشور، تاريخنا يضوي على كل بادي، ربعي جينا حامية كل مقهور، يوم الليالي بين بيض وسوادي، ما عليكم زود، ربعي جينا حامية كل مقهور، يوم الليالي بين بيض وسوادي، يوم السيوف بسلها الدم منثور، سبايب الفريس فوق الزنادي، تاريخنا مع سيد الخلق مذكور، في فتح مكة فوق جيش وجيادي، يشهد لنا التاريخ في بر وبحور، وتشهد لنا كل الحضر والبوادي، ونعمين في كل العرب ما بها قصور، كل على مجده ينال المرادي، وختامها جعل الفرح فرح وسرور، يمضي يا ماجد في حياتك مدادي، عسى الهنا يبقى على دارك عصور، وعسى السعد يبراك في كل وادي، وصلاة ربي عد ما هلت شهور على شفيع الناس يوم التنادي. وسلامتكم، شكرا الله يحفظك. والآن مع قصيدة للشاب عمر بن محمد سعيد السريسري، فليتفضل. نرحب بالضيوف نيابة عن الشيخ خلف بن عيد الجهني، وهذه قصيدة مهداة إلى الشيخ خلف بن عيد الجهني من الشاعر ورنس بن مطير الشمري. يقول: يا الله يا منزل تبارك وياسين، في محتوى الفرقان بأمر سماوي، يا من خلقت آدم وحواء من الطين، قلبي على عطفك ولطفك شفاوي، ثقل موازيني مع أهل الموازين، اليا غوى عن طاعتك كل غاوي، اليا انقسم جمع الخلايق قسمين، بانوا هل التقوى من أهل المساوي، اجعل كتابي يلولي بالميامين، لا ضيع بنادم طريق الخطاوي، وخلاف ذا سطرت بالشعر قافين،
قافن علينا وقافن علاوي مبداه عود وزعفران ورياحين وهيلن ويشمومن وفلن وجاوي سلام أطيب من طهور المصلين واخير واصدق من صدوق الهقاوي ورق من نسمات لندن وبرلين واحلى من ولذ من الخلاص الحساوي وجل واكبر من كنوز السلاطين ووفى من الفزعه بقلب الفداوي للطيب اللي فزعته تقضي الدين الياهبا وقت اللزوم الدناوي الصارم المقدام نسل الكريمين الشامخ العذب الصدوق القصاوي اللين القاسي سطام المعادين الباصق اللي فيض فضله رهاوي خلف بن فايز ضحوك الحجاجين الصارم زبون الجلاوي سيف براس خلف بن فايز ضحوك الحجاجين الصاطي الصارم زبون الجلاوي سيف براس الضد يطعن بحدين لا ثارت الهيجة وصارت عزاوي أمن الستارة يفرق الجمع جمعين اليا سكب دخانها بل أهاوي واليوم مالي عن جانبك خيارين ولا من مثل شخصك صديق صفاوي يا القرم ذقت من الزمان أمرين وحالي طواه من أقشر الوقت طاوي أسهر لي ما يجين الميازين ويوم خلي البال نومه ضحاوي أجاذب الونات واصفق بكفين واقنب قنيب اللي على الضلع عاوي كني صويب طاح من بين قومين في ساعة خلوة ربعي خلاوي والله طعين عبيدة يوم الأكاوين أو رمح مطلق بين الأضلاع هاوي يا شوق ترفات البنية المزايين يا سترهن وانطوحن بالغطاوي إن ما فزعت يصير بالصدر همين وسيل حدر يمي يصبح نحاوي يا علي فداك الردي والمسمين وخبل خبيث بالنميمة سعاوي أو جس لو بالكبد 99 مش هاب هم من بين الأضلاع ذاوي سلامتكم بيض الله وجهك وصح لسان الشاعر معزبنا عنده مشاركة الله يحفظه أبو ركال الحقيقة يا أخوان أنا خوالي شمر وشمر وشمر ما لهم مشارك في هذا الحفل وأنا لست شاعر لكن أحفظ قصيدة من أحد قصائد شعراء شمر يقول الشاعر يالله يلي للجزيلات وهاب يا خير لك المخاليق ارجون آمين يا قضى الحوائج والأنواب يا وامر أمر على الكاف والنون وراكب الأيام شيوث بوثاب ليا شفت زوله يختفق تقل مجنون عقب أربع نيل في عزيزين الأقراب ألي على الديرة قديم يحامون كل بدل ما كزيت خط ونجاب لابد ما نمشي وناتي على الهون حنا هذولا مجهدين بالاطلاب ننطر مراسيل من الهند يلفون من عند ابن يعقوب حلال انشاب 90 ليلة والمراسيل يمشون ولا تجرثي من تجرث الناس بخضاب من راس قوم للحرايب يهدون إن ساعة في الباري يقينا بالأطراب لتشوف منصور الخشمة يواسون وهذا نحفظ من القصيد صح لسانك وبيض الله وجهك ورجع مع شاعر جهينة الشاعر في حيمان بن عود الحجور في قصايد عمرها يمكن حول 44 سنة ودي أتذكر منها شوي ولو يدق جوال ولا كذا عسى يسعفني أقول خلاص انتهينا القصيدة موجهة للمرحوم بركات بن فتنان الميموني المطيري لها قصة ويمكن كلكم سمعتوها وكلكم قريتوها ولكن ودنا عبارة عن الذكريات ويمكن في الشباب ما سمعوها بركات الله يغفر له والدينا المسلمين
مواعده عمي عواده على انه يبي يحج معه، وبعد ما صلوا صلاة العصر عند بيوتهم عمي صلى عند بيته على وزنهم وانسدح يتحراهم، ويوم جو صحوه لأن رعى الوداع أخذها، ما عنده أحد من ربعه ولا عنده أحد، وقاموا فيها الربع مقام الأوفياء اللي يستحقون الشكر عليه. نعم، القصيدة هذه عام 89، قلت بديت ب وشلون أعطني المبدأ يا أبو. رحم الله والديك ووالدنا السمين. بديت بسم اللي خلق حرف وآيات اللي رفع بالعرش سبع سمواتي وسبع بسطهم بالوطى مستكنات خالق نجوما بالسما ساهراتي مخرج سفينة نوح من وسط غابات اللي بحكمه تجري الكائنات رب عليما بالأمور الخفيات ويعلم سراير خلقها الخافيات ومن بعد ذاها تلقى الموحظ ردوات واكتب على ما قلت لك يا شفاتي قم يا نديبي طب وسط الحفيزات واختر من اللي توهن ورداتي اختار لطبيت سوق الونيتات عليك باللي للسفر جاهزاتي هافن جديد محركات جديدات من صنع شركة تصنع الكاملاتي ما جاء المهندس يختبر فيها عازات توه على التمرين توه على التمرين من حين ياتي ممشى الشهر يطويها في ست ساعات يطوى المسافة والكفر مسرعاتي من المدينة راح معزين الأوقات العصر لأكمل فروض الصلاة من بعد كلف بالسفر والمهمات قلت اقهرم يا سامعين اكلماتي ماني محيركم دقائق طويلات 10 دقائق لين اكمل وصاتي هدية المطير اهل الجمالات اهل الكرم والجود والطيبات يشروا من يسمع هدية المطير اهل الجمالات اهل الكرم والجود والطيبات تاريخهم يوجد بكل السجلات مثل الصقور اللي على النايفات ميمون نطحت وجيها المغيرات اللي انتحن صمر مك مقبلاتي ربعا لهم في حشمة الجار عادات درع لجات أيامها المعسرات يرفون في عانيها عن كل زلاته يتقون زلاته بكم العباتي قم يا نديبي وصل الخط بركات تلقى دلاله دائما مكرماتي يستاهل البيضة على طول الأوقات فيما مضى وبيامنا المقبلاتي وسمير وعياله وكل الجماعات ومدعج ومن يمشونه باللازماتي وخاتم الياجات الاسامي والاثبات سبيل واللي حضره والواقعات الله يغفر لهم جميعا ما فيهم الحي الحي وسمير وعياله وكل الجماعات ومدعج ومن يمشون باللازماتي وخاتم الياجات الاسامي والاثبات سبيل واللي حضره والواقعات ارسوا كما ترسي جبالنا عسيرات كلنا بذل جهده بكل الجهات مرحوم يعود لنا عندهم ما تزبنا الدخيل ومشبع الحايماتي مرحوم يلي له فعولا قديمات فعله طلع بأيامها الماضيات واليوم نطلب له بجنة ورحمات وشفاعة من عند رب البراتي تجملوا بكاسبين النفالات وقفوا وقوف الناس تجملوا بكاسبين النفالات وقفوا وقوف الناس يوم عرفاتي وترى الصقور مكفيتها الاشارات ومعروفهم يذكر كلاما ثباتي تمت ونرجى العفو في كل غلطاته وعلى نبي الله السلام وصلاتي. والله القصيده اطول من كذا ولكن رد بركاتي يقول يا الله يا خلاق سبع السماوات وين راح محمد سعيد؟ يالله يا خلاق سبع السماوات مرسل جبال بحكمته ثابتاتي سبع بسطهم بالوطى مستكنات
يا محمد يا سري يا سري يالله يا خلاق سبع السماوات مرسل الجبال بقدرته الثابتات سبع رفعهم فوقنا مستقلات وسبع بسطها لبني آدم وقاتي تفرج المن يبغى دروب الجمالات تفرج المن يبغى يسوي سواتي والطيب ما يأخذ ببيعه وشريعة توهيب من رب السماوات يأتي الطيب ما يأخذ ببيعه وشريعة توهيب من رب السماوات ياتي وانا لقيت الطيب في كل لمات لا كان مثل القفشة حيا وماتي مشطني خلي بالضرايب مصيبات والميته ما تنقص الثائرات والطيب بالجهنان ما هو خسارات والكلمة الزينة بدلها مياتي يا راكبا من عندنا مستعدات يختارها المرسل عن الطائرات شغالهم بيطار وهن جديدات مرنات وتوهن زاهبات سواقهن ماله عن الشغل لدات ماله ورا البنزين والملتفات واسعافهن خاتم على كل عازات حتى تبلغ مع جهينه وصاتي يصلن من وصلة علومه غريبات ردوا سلامي ووصلوه كلماتي وصلت حروفا من فحيمان عدلات ما جاكماها في حياة الزنات أزرع تصرفها على ست ساعات توقف على ما قال راع الرواتي والجار له عند الجويد شيمات وصي عليه من النبي له وصاتي عند الرجال اللي لهم زودهم مات مصابهم بالجارة متخالياتي والجار ينقلدونه لايتيات ومسلباتا ما تعرف الفواتي عند الرجال اللي لهم زود هم مات ولا الرجال أشكالهم بيناتي وحنا عطينا الحق حقا بلا ثبات وانتم جزيتم بالثناء والثبات واللي جزانا بخير في كل الأوقات جزاه ربي خير طول الحياة وسلامتكم قلب الشقاوي يدرج فوق الأمواج يدرج على موجا يروع لطيمه راعيه وده بالتفاكير مخراج قلب الشقاوي يدرج فوق الأمواج يدرج على موجا يروع لطيمه راعيه ودب التفاكير مخراج من ضيقة وسط الضماير مقيم تجمع هواجيسه مثل جمع الأفواج أفواج بعد النصر تبغى الغنيمة يومين من وقتها بها كثر والله أنت اللي أغلطني يومين من وقتها بها كثر الأزعاج وساعة تذكرها العلومة القديمة مجلس لها الخاطر عن الضيق ينباج ومجلس تعافه لو دعيت العزيمة اتعاف مجلس قوم لجه لجلاج ناسا سوالفهم ما غير النميمة تلقى سوالفهم كثر جم هداج لكنها عند المفكر وخيمه ترغب بقوم النارهم تلعج العاج ونجر نيواتي للمسير رزيمة اللي سوالفهم اليسار مهراج ما يهدمون حظوظهم بالظليم هو يوما تساعد فيه معسر ومحتاج وش يسوي أخير من عاما يعمك نعيم وسلامتك يوما تساعد فيه معسر ومحتاج أخير من عاما يعمك نعيمة أخونا عايض صح والله إنسانك في حيمان والجميع والله كل من قال أجاد ولكن قصايد كنت والمطيري كلها ثناء وفخر أما يقول الشكر للخلاق والبيد الخلق الله ذلول والرابح اللي ما ظلم في البيع ولا المشترى والكل واحد من عيال آدم خلق الله عجول أحد انكسب أحد انخسر أحد انسرح أحد انسرى واحد يريد المرقلة لكن عذروبه كسول من الكسل لعطى السهل تنهم سند معكرة واحدا على الهامش تحرك الهبايب والطبول قلبه عمى ضيع طريق الحق وعيونه ترى
واحد بعقله ما العقله عن اهل الدين معزول يلوي به ابليس العور من منكرا في منكرا. واحد حسب عقله يقول انت متعلم ومهبول يا ما الفرق العين ماني بوياه اخشرا بد في عنه يا اهل الوفا يقول ولا ما يقول عقلي براسي والجبل قمه شموخه فالقرا. والفقر فقر مال والفقر ما هو فقر مال الفقر نقصنا فالعقول كم عالم تملك ملايين الدراهم وفقرا يا هاقسي ترى النصايح تنقبل حسب الوصول بعض النصايح مالها داعي قراها اللي قرا بل اعتمد على كتاب الله وحديث الرسول على المصادر علم اللي ما يعرفه المصدر. وليرتقيت ارتك على جنوب الرياجيل الزحول اهل الكرم والمعرفه والشجاعه والذرى والتربه الهشه مع الايام تجرفها السيول ولا الرخاء ما ينفعونك فالنهار الاقشرى. صحيح ما يصبر على جو ردها الرجل الملول حسب التجارب في زماني مع عوارف واخبرا يا عزتي اللي طلع ما حسب حسابه النزول مهما طلع فوق الثريا مرجعه بطن الثرى. الفارس اللي ينطح الفرسان ويعن الخيول بعد الكبر بكره يبي يصغر ويطوي هالزرى لا يحسب انه قد نجح لعلمه ابو محمول مهما تقدم عاشق الدنيا يبي يرجع ورا ترى سليم العقل لا تبرت ما يبلش بالحلول ما يبتلش غل الغشيم اللي من حكمها برا. اصل فطين المنتبه يعرف مو وقيت الفصول ولا قيل المعرفه ما هو بداري وش جرى. بعض الاوادم يدعي بالعرف والمخ مغسول يعمل عمايل واهيه ما هو عليها مجبره والذيب ذيب يعرف ان الرجل موهوب مخيول وام الحيل واللفلفه لبل حصينه الازهره كل شيء يزول انا الحقيقه والطبيعه ما تزول اللي درى عبر الزمن بعلم اللي ما درى اخبرت جمهوري عن اللي كان في صدري يجول وللي بيب المستمع مفصحت عن طارنا طرى يا رب تغفر لي نهار العرض واطلبك القبول في ساعة تشخص بالابصار والجو اغبرا. وختامها صلوا على محمد عاد وابن الثعول عداد ما يرعد ويبرق في سحابه وامطرا. سلام عليكم. صح لسانك صح لسانك بيض الله وجهك. والان مع الشاعر سعيد القحطاني فليتفضل. والله الحقيقة القصايد كثيرة لكن الحفظ ما هو بلهناك. لا الغزل لابد كفاني بغاز بن عصاي أنا عندي قصيدتين عزموني ربع اللي في المنطقة الشرقية وأنا ماني أركب في الطائرات كنت أركب فيها ولا عاد قدرت أركب فيها. جيت متأخر وسويت في طرقتي قصيدة قلت سلام يا أهل المنطقة الشرقية واثني سلامي واثني التحية ممزوج تم بالورد ورد طايفي ومحمول تم المنطقة الغربية ريحة شداها الورد في مبداها وفي منتهاها دلت برية أسوقها للي وصلت من أجلهم مهما تكلف سفرتي والجية تستاهلون الطيب يا أهل المنطقة ومن يسمع تستاهلون الطيب يا أهل المنطقة من غاب واللي حاضر النهنية ما يستحق الطيب كون الطيب وانتو هالاهله سار له اهليه لما دعاني غالي انشرواك ما جاوبه وجي على داعيه ادق سلف الجمس واسرح واسري وعرضه لخطوطنا البريه والطائرات فمان يركب فيها لو كان ممشي الا على رجليه من عقب رحلتنا على جاكرتا حرمتها ما دام عيني حيه كل ما تذكرها يروغ وفادي والقلب كانها تنحت شبريه احب ممشى البر واحب السفر وامشي على مهلي شوي شويه ونصنف اتجنبت وقربت الحطب شبيت نار تجد بالطرقيه ونزلت معمالي ودنيت النجر وصلحت فوق الجمر رسلانيه من قيت من بن خلان اليمن لا هي محروقه ولا هي نيه بكيفي على كيفي وكيف كيفي وعد الهوى كيفي بخلانيه وغيري يكيفها بكيف ثاني وعينه مبلى على الدوريه لما عطاها قال انا المتنبي وانا ترى عنتر ولد عبسيه وانا الذي روضت ليله بالشعر حتى توفت ويثنوا علي وسلامتكم ابو راكان وصل. تفضلوا تفضلوا الله يحييكم الله يحيي الجميع هذه الساعه المباركه اللي زرتونا فيها تفضلوا. يا مرحبا والقصايد من قرى الحارة مثل أشقر الريش يا
الباري فزع من شكاله، والحمد له ثاني على كل الأحوال، والحمد له ثالث بقدرة فعاله، حمد كثير عد ما قايل انقال، وخلاف ذا يمني ود الرسالة بصفح مصقول عليها الحمر سال، سلام مني على الشيخ واله ومشاهدتني للثقيلات حمام، سلم عليه ولا تقل له مقال الا تسالني نشد عني وسال، وقال اخبرني عن صاحبي كيف حاله، عطه الجواب اللي كتبنا والامثال، وقل لك يقول لك يا خلف من غداله من الحي ومن الميت والعم والخال، رتبوا على عصر النقايب رجال يبرال هم يبو سمي تم خيال، يوضح يا شيخ ما ينطال، وساروا لما داروا على كل مشوال، هذاك حق لي خطوطي عصار فرحان وابن سبيت ملقى لهم بال، يوم الخطوط وقفت وجاء ما قراله، يوم الخطوط وقفت وجاء ما قراله، جاء المقري والحق الاول التالي، وشوف حالف بالزور شوف وش قراله، يا عونت الله ما من الحي فال، زادوا وبادوا معها بايب شماله، وكل اللي هالله يوم يحسبنا الاعمال، ويوم انهم عجزوا عني بالغيال شبوا نار الحرب بالقيط صوار، وانا اللي ارتب الرشال المحاله واستثقلت مانا من الحرب ملال، ارسي كما ترسي رواسي جباله، ولا ننهزع من وطي حافظ نعال، واسمي جلدي والعدو به بداله، والناس تدري بالجدايه والاسمال، ولا نفوس الا روي سلاله من دم هامات الاعداء عل ونهال، والسلام. القصيدة طويلة جدا لكن مساكم الله بالخير جميعا. الحقيقة يا ربع احنا جبنا ثلاث اسماء سقطت جوائزهم من الرياض، فنعتذر عن الباقين وما جبنا الا الثلاثة اللي سقطت جوائزهم من الرياض. أول شيء نقدم لكم اعتذارنا، ولا كلكم تساوي جوائز، لكن يعني حسبنا الثلاثة اللي سقطوا الجوائز والمعذرة. وافي وافي عواد بن مبروك المرواني الجهني. هذا بشت عواد بن بشت. استاهل وانتقل يا ابو بكر. فرج بن عتيق الجهني استاهل. هدية مقدمة من الشيخ خلف الله يسلم. هاي طال عمرك القرآن الكريم وطيب وانت تستاهل الطيب. هدية مقدمة الشيخ صلاح المرواني الجهني، استلمها نيابة عنه الأستاذ أحمد محمود الجهني. شكرا شكرا للشيخ خلف وكل واحد من الموجودين في هذا المجلس، والله يستحق الهدية الثمينة، وهديتنا اللي ما تقدر بثمن تواجدكم وتلبي دعوة الشيخ خلف. والله استاهل كل هديتنا.
سامعين. الله يحيي الجميع. والآن عندنا مشاركة فرحة عرضة وهزيج، لأن هذه الليلة تستحق أن الواحد يقدم فيها كل ما يستطيع، ولكن نرجو المعذرة. والشيخ الله يحفظه من أهل الرياض، ولكن إنه أكرمنا يا أهل جدة بهذا الاجتماع الطيب، ونسأل الله أن الله يجمعنا مستقر رحمته. وحي الله الجميع. أنباء عينك يا مالك يا ابن الملك يا أخو الملوك، بيعت ولا والكل ولا في كل عام جدد. أنباء عينك يا مالك يا ابن الملك يا أخو الملوك، بيعت ولا والكل ولا في كل عام جدد. أنباء عينك يا أبو متعب بيعت ابن الأبو، عيد عسى عيدك يعود ومملكتك معيدة. والخير
Yeah.
شيء